يدخل المعدة. تخيل لي المريضة هنا يا بابي وهي يخرج يدخل من يطلع منهم. هيا بتجي الكلبة الثانية ونكملها. جاك أخو بيبي. أوكي. أما عندك مستوى الحكم من 2000. إيه الحكم من 2000 حبيبتي على فكرة. ندري ترى أنا اللي سويت الحكم من 2000، أنا طلعته في البرنامج. أوف ما عرفتش كنت ليش سويته. ما عرفتش كين يا ويلي، أنا ومن لا يعرفها. اسأليهم عن أروى، اللي تسألي عن أروى يقول لك منحرفة. روليت كتار من الأول، رمشتي ولا إلا كفو. لا في الأول كنت كلا كان استحب السر ولده بس ليه كنت تعرى على دي الماما تشيلي ما يصلح لهم. أصلا داك الشيء اللي بغاه محترمة ما تبغاش. كنت كنشوف راك عارفة كليك محترمات ما عارفة بلا ما يحبوا المحترمات، يحبون وحدة تكون قحبة على الأصل. قحبة ايه حبونا، اما واحدة طيوبة كدا ماكلي نسيت على فين نحكم على الكلبة. ماتي باستثناء فهد. الفهد لا ما يحب في وقت بلا في داعمين كفو يدعمون. الزوج 2000 عشان حكم علي يا بيبي. 2000 حكم من 2000 يا شباب. ايه والله طويزك يا خاص. انا ما اقول عن نفسي، اقول يعني كام كلي عادي خليت زي الاخرى ونطلعوا ديك الساعة بالترند ونهربوا ولا كنت نوصل الالف. فهد حق سوالف وضحك عادي. طيب فهد حق سوالف وضحك، انت شايفة شو مسوي معايا انا عشان تقول سوالف وضحك؟ يمكن يسولف ويضحك معاك لكن انا غير. اي اي ايوه مش هذا انت لاني عندك خصاوي انا لا.